اسألني انت سؤال. سيادة الرئيس بيدي اجازات للموظفين والناس كلها ومدفوعة الاجر. طب احنا، انت حضرتك اكيد جربت الشغل واللف بتاعنا. احنا كلنا يعني ارزقية على الله عندنا باليوم. اولاد، احنا اجازتنا عند مين او تعويض لقلة الشغل اللي احنا فيه ده عند مين؟ طيب ارد عليك، افتى من قال لا اعلم اولا، علشان بس انا مش متأكد من الاجابة اللي انا حولها لك، بس اللي انا عارفه، اللي انا عارفه واللي تم الاعلان عنه، ما اعرفش ده هيتم من خلال وزاره التضامن ولا هيتم من خلال مين، يعني من خلال وزاره التضامن الاجتماعي ولا لا، انه هيتم صرف اعانات للناس اللي بتشتغل باليوميه. التفاصيل مش عندي لغايه دلوقتي، ما اقدرش اقول لك عليه. طيب، بس عندي الاعلان الرسمي اللي اتقال، اللي جايز انت تكون سمعته. ان انت تعرف لنا التفاصيل وتبلغنا بيها تكسب فينا ثواب. اول ما انا قلت لك العنوان اللي انا متاكد منه، التفاصيل بتاعته اول ما اعرفها وابقى متاكد منها هتسمعها في البرنامج. ماشي، ربنا يحفظك ويحرس طريقك. مع السلامه.